النمسا تمنح الوفد الروسي تأشيرة حضور اجتماع منظمة التعاون الأوروبي. ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 70 عاماً. شركة الطاقة OMV تحقق أرباحاً كبيرة وتؤمن الغاز للشتاء المقبل. ناشطون يطلقون مبادرة لإدراج اللغة العربية في اختبار رخصة القيادة. دراسة تؤكد أن معظم الشباب لا يثقون بالإعلام الرسمي مقابل المؤثرون. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أكدت النمسا على ضرورة حضور الوفد الروسي في اجتماعات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، في حين طالبت 20 دولة استبعادها. وأكدت روسيا حضور الوفد في 24 من فبراير الجاري، فيما حذر وزير الخارجية شالنبرغ من استغلال التأشيرة خارج مهام المؤتمر، وذكر أنه يتوقع رداً من موسكو على خلفية طرد دبلوماسيين روس. وفي سياق متصل، قالت وزيرة الدفاع تاينر أن حيادها في الشق العسكري وليس السياسي، ولهذا السبب دعمنا جميع العقوبات ضد روسيا تضامناً مع أوكرانيا. قفز معدل التضخم في النمسا إلى أعلى مستوى له منذ 70 عاماً، وسجل مستوىً قياسياً جديداً بلغ 11.1% الشهر الماضي. وقال توبياس توماس رئيس مكتب الإحصاء أن السبب وراء الزيادة هو ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية وزيادة التكاليف شبكة توزيع الكهرباء بشكل حاد. وبالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي يتضح أن معدل التضخم ارتفع بشكل أكبر، وأرجع المحللون السبب أيضاً إلى ارتفاع قيمة إيجارات المنازل وارتفاع الأسعار في قطاع السياحة والمطاعم، إضافة إلى السلع والبضائع الاستهلاكية. حققت مجموعة النفط والغاز النمساوية OMV أرباحاً عالية بنسبة 75% عن العام الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار عالمياً. وبحسب ORF، أكد ألفريد شتين رئيس الشركة أن على OMV زيادة إنتاجها وشراء المزيد من الغاز ومن خلال عقود توريد في النرويج وإيطاليا، وأن مرافق تخزين الغاز لا تزال ممتلئة، لذا لا يتعين شراء الكثير في الصيف للحصول على احتياطات لفصل الشتاء للعام القادم، ويجب إعداد استثمار بقيمة 4 مليارات يورو. أطلق ناشطون حملة توقيعات على الإنترنت للمطالبة بإدراج اللغة العربية في امتحان رخصة القيادة في النمسا. وحسب موقع المزود، بالرغم من تزايد عدد الناطقين بالعربية، إلا أن السلطات لا تفكر في إمكانية إدراجها في الاختبار النظري مثل البوسنية والكرواتية والفرنسية والإنجليزية. وقد وصل عدد التوقيعات ل 350 توقيعاً، ويأمل المشرفون على الحملة بلوغ 5000 توقيع ليقدم الطلب لوزيرة النقل. ويذكر أن ألمانيا منذ عام 2015 سمحت بإجراء اختبار السياقة بالعربية. أظهرت دراسة حديثة أن غالبية الشباب يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات والأخبار. قام بالدراسة المعهد النمساوي للاتصالات التطبيقية بالتعاون مع وزيرة الدولة للشباب كلوديا بلاكول، وبحسب المعهد فإن الأخبار الكاذبة مثل السم، ويجب التعامل معها بوعي أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خاصة للشباب. كما تؤكد الدراسة أن الثقة في وسائل الإعلام التقليدية آخذة في التراجع مقارنة بالسنوات الماضية. وأنتم كيف تفضلون الحصول على معلوماتكم؟ كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كنت معكم أنا ليلى، أمسية سعيدة، إلى اللقاء.